شاب، سولف لي شنو اللي زعجك؟ والله يا دكتور، عندي شعور رهيب باليأس والإحباط، وما عندي قدرة على التفكير أو ابتكار أي شيء مفيد لي. شو عندي شعور بكوني إنسان سطحي كلش، وما عندي أي هدف بالحياة. كل أفكاري بالواقع ضحلة وما بيها أي مغزى، وأحس إنه ما لي داعي، وهيك وجودي عبارة عن استهلاك للأكسجين لا أكثر ولا أقل. بس بنفس الوقت دكتور، عندي إحساس عالي بالنرجسية هيك، وعلى أساس أني فتشي، وإحساس بالتفوق على كل المحيط ماتي. ويا هذا الإحساس أكو إحساس بالانعدام الأمان. شفت خلطة غريبة عجيبة دكتور، ما أعرف من وين تبدي وشو وقت تنتهي. سهلة سهلة ابني، علاجك بسيط بس يراد الالتزام، يمنع من الفيسبوك لمدة سنة. شلون؟ لا دكتور، لا عليك الله، ورا ساعة أموت أنا يا سنة. ما تقدر؟ ما أقدر دكتور. روح ربك مرض. نيكولاس كار، كاتب وصحفي، ألف كتاب سماه الضحالة، The Shallow. هذا الكتاب ناقش إمكانية تسبب الإنترنت بالطريقة اللي نفكر بها ونتذكر بها واللي نقرأ بها. تنبأ نيكولاس بأن الإنترنت رح يسبب انخفاض بالتفكير الانعكاسي، والقصد بالتفكير الانعكاسي هو التفكير بمجريات الأمور اليومية، من أكل، شرب، مواعدة، جنس، ببجي. والسبب هو طبيعة وسرعة الانترنت وما يحتوي من مقاطع كتابية قصيرة من رسائل، تعليقات، تغريدات، ما يأخذ الدماغ وقت حتى يعالجها، بينما الحياة العادية الدماغ يحتاج بها وقت أكثر حتى يعالج الأفعال والمواقف. بداية سريعة هاي، ويمكن ما بيها ربط ويا المريض النفسي اللي عرضنا حالته قبل شوية، اللي عنده أعراض انتحار عالية ويريد ينتحر، وإن شاء الله يا رب ينتحر ونخلص. بس سالفة نيكولاس بيها ربط ويا هذا المريض. تخيل نفسك مارك زاكربيرج، أسست موقع الفيسبوك، وهذا الموقع طق للستار بسنوات قليلة، وهنا أنت تريد تحافظ على هذا الطقوق. شو تسوي بالضبط؟ أكيد تبدي تفكر بأفكار تخلي الناس ما تغادر هذا الموقع، بعيدا عن المعاناة اللي ممكن تسببها للمشتركين بموقعك. وهذا اللي سواه زاكربيرج وكل مؤسسين الانترنت الحديث، اشتغلوا على شيء اسمه برمجة الأفراد اجتماعيا، وتحويل كل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي إلى أشياء تعيش ويانا، مثل الأكل والشرب وحتى الأنفاس، وتكون جزء لا يتجزأ من لحظاته. بسنة 2017 تم الإعلان عن محاضرة بجامعة ستانفورد الأمريكية. هاي المحاضرة انحكى بيها أسرار الفيسبوك لأول مرة، وخطة عمل الموقع لزيادة عدد المستخدمين. اللي ألقى المحاضرة هو كاماث بالهابتيا، واللي ما يعرف كاماث فهو رائد أعمال كندي من أصل سريلانكي، وهو النائب مال زاكربيرج والمسؤول عن ازدياد عدد المستخدمين بموقع فيسبوك من سنة 2007 ولغاية 2011. كاماث قال اللي نشوفه بداخل موقع فيسبوك عبارة عن حوار غير متحضر، تضليل، إعلام خاطئ. قال نصا: ما ابتكرناه نحن يزعزع التعاون ما بين بعضنا البعض. وتأثر وقال وهو كل حزن: يا جماعة، التقنية اللي صنعناها تتمثل بحلقة مفرغة من ردود الأفعال قصيرة المدى المدفوعة بهرمون الدوبامين، واتضح أنه هاي الحلقة دمرت المجتمعات بطريقة ما كنا نتخيلها. سود علي يا عيني، ما كان يدري. لحظة، ايش يقصد عمو كاماث بسالفة ردود الأفعال قصيرة المدى المدفوعة بالدوبامين؟ اللي وضح قصد كاماث هو عالمة النفس إيفا ريدفو، الكاتبة في موقع سايكولوجي توداي. فسرت شلون الهرمونات تأثر على الأشخاص اللي ينشرون بمواقع التواصل الاجتماعي. تقول إيفا: اللي ينشرون منشورات وما يحصلون ولا لايك، هذا الأمر يقلل من ثقتهم بأنفسهم. أما اللي ينشرون منشورات وتجيهم عليها لايكات هواية وتعليقات أكثر، فهذولا راح يحسون أنه اللي يسووه إلى تأثير أكبر، وهنا راح ينشط هرمون الدوبامين، وهو نفس الهرمون اللي ينفرز بداخل أدمغتنا من نمارس الجنس ونشرب مخدرات، أو يمكن حتى من ناكل لنا فد ماعون بلحماية معدلة، أو حتى من ناخذ أول بالببجي. وهنا خلونا نتخيل شوية، من 2004 لليوم صار عندك 1,800,000,000 مستخدم بالفيسبوك، و 125 مليار علاقة تواصل، و 2 مليار لايك باليوم، ومليار تعليق يوميا. فكلش عادي من تلقى ماركو فريقه
وكل رؤساء مواقع التواصل يفكرون بهاي الآلية اللي ساعدت ملايين البشر انه يتخلصون من الحزن ويعيشون بالسعادة حتى وان كانت سعادة وهمية. شون باركر احد اعضاء مجلس ادارة الفيسبوك السابقين ومؤسس منصة نابستر الموسيقية، قال بلقاء على موقع اكسيوس انه فكرة انشاء منصة ضخمة للتواصل الاجتماعي اجت من التساؤل التالي: شلون نقدر نستهلك اكبر قدر من وقتك وانتباهك الواعي؟ الجواب: نعطيك دوبامين بين فترة واخرى عن طريق سحر الاشعارات نوتيفيكيشنز. اكو واحد اعجب بمنشورك، والثاني علق عليه، والثالث سوى له مشاركة، والتفاعل بعشرة ومردودة، وهنا انت راح تزيد من منشوراتك حتى تبقى بنفس هاي السعادة الوهمية. يقول باركر: هاي الافكار تجي من عقول برمجية مثل عقل حضرتي او عقل مارك او عقل كيفن مؤسس انستغرام. الحلو انه احنا فهمنا تأثير هاي الافكار كلش زين، وفهمنا نتائجها واستمرينا بشغلنا. اخي شهالجرام، المفروض انه فيسبوك هو مكان للتواصل الاجتماعي يخليك محاط بالناس دائما، بس اكو دراسة لاحظت انه واحد من كل ثلاثة يستخدمون الفيسبوك بكثرة صاروا اكثر وحدة واحباط وغضب. يعني بس تخيلوا عندنا 600 مليون مشترك يشعرون بالوحدة والاحباط والغضب. هاي حرب عالمية بس بداخل الموبايلات. نرجع للدراسة اللي تشرح زاوية مختلفة وبعيدة عن الدوبامين، وتقول من تتصفح قصص أصدقائك وصور نجاحهم اليومية وراح تبدي تقارن ويا حالتك، مما يسبب لك هواية مشاعر سلبية كالحسد، البؤس، شعور بالوحدة، وأخيرا وليس آخرا اللايكات. اللايكات صارت معيار لارتفاع وانخفاض احترام الذات عندنا. ايه احنا البشر، did you know that؟ بدراسة هم على موقع Psychology Today بينت بأن المشتركين بالدراسة اللي اجت لايكات هواية على صورهم رفعت من مستوى احترامهم لذواتهم عن طريق اختبار اسمه اختبار احترام الذات، سووا لهم اياه بعد ما قالوا لهم نشرنا صوركم بصفحات بها ملايين المتابعين وصوركم جابت كلش هواية لايكات، فعادي يحسون بثقة زايدة، وخصوصا انهم مراهقين. طبعا اذا عرفنا انه 95% من مستخدمين الانترنت ومواقع التواصل حول العالم هم من المراهقين، و45% من عندهم ذول 24 ساعة اونلاين، مراهق ويريد يشعر بالثقة، شو يسوي؟ يلا انهج من الفيسبوك. وين نروح؟ نروح لليوتيوب، هناك راح تلقون برنامج اسمه درنفيس، شوفوا حلقاته ودائما شوفوا الديسكريبشن لانه بكل مصادر الحلقة. مع السلامة.